تعمون صوت الأغلبية الصامتة. حقيقة إخواني أخواتي، نحن أكدنا مرارا وتكرارا على أن الإصلاح الذي نريد وليس فقط في الشركات والمشاريع التي أشير إليها، وإنما الإصلاح السياسي أولا، لأن الفساد الاقتصادي والفساد الاجتماعي هو ثمرة حقيقة للفساد السياسي. أكدنا مرارا وتكرارا على سلمية وسائلنا وعلى شمولية التحرك، أي أن يتحرك الشعب الأردني بكل مكوناته، لأنه المتضرر الوحيد من الفساد والرابح الوحيد في حال تحقيق الإصلاح. ولذلك نحن نأمل أن يلتقط جلالة الملك الرسالة بوضوح أيضا، وأن يتم وضع حد حقيقة للمسكنات التي لم تعد تسمن ولا تغني من جوع، وبالتالي حكومة إنقاذ وطني أو سموها إن شئتم إصلاح وطني تعتبر مبكرة. مثل هذه الانتخابات النزيهة على قانون عادل وديمقراطي وبإيراد وبإدارة كفؤة وموثوقة يمكن أن تؤسس للإصلاحات التي نريد. بالطبع نحن نراهن كثيرا على المولود الجديد، الجبهة الوطنية للإصلاح التي تضم طيفا واسعا من الأحزاب والقوى النقابية والمجتمعية والشخصيات المستقلة، آمنين أن تشكل الإطار الأوسع لتحرك الأردنيين. شكرا أخي ياسين. نحن لا نحمل وسائل الإعلام المسؤولية، بل نحن ندعم وسائل الإعلام ونبين أي سياسة تحاول أن تحجم دورة وسائل الإعلام. لكني أود أن أذكر بواقعة حصلت معي شخصيا في لقاء يكاد يكون يتيما على تلفزيون الأردني الرسمي مع نائب رئيس الوزراء السابق، الذي قال لي غدا أنا سأزودك بكل الملفات. وأظن أنكم استمعتم إلى الرسائل التي خاطبنا دولة الرئيس المرة بعد المرة ولم يصلنا شيء. الأمر الثاني، بعض الحاضرين هنا يعلمون جيدا أننا ونحن نمارس دورنا النيابي كنا نتوجه للجهات الرسمية بأسئلة لتعطينا الإجابة، وكان الامتناع وكان التسويف وكان المماطلة. ومن هنا حينما يسألنا بعض إخواننا لماذا قطعتم الانتخابات النيابية، قلنا لأن مجلس النواب أصبح فاقدا لدوره. صحيح أن هذه المعلومات يتم تداولها لدى الكثيرين من الإعلاميين والسياسيين والقوى المجتمعية التي نقدرها، لكننا حينما نؤكد على هذه المعلومات من باب أولى نؤكد على غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح. ماذا يعني خروج شخص مدان بالفساد؟ ما في ظل الحكومة الحالية ماذا يعني بقاءنا المروح ذكرنا دون أن نحسن في قضية واحدة؟ ما الذي تلجؤون إليه؟ كل الوسائل الشرعية والمشروعة سنعتمدها من ضغط شعبي وهو مكفول لنا دستوريا، وأيضا من اللجوء إلى القضاء، وإن كان معظم الذين نسبت إليهم هذه القضايا هم من يحملون لقب دولة ومعالي، وهؤلاء يحتاجون إلى اتهام من أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، ثم بعد ذلك إلى المجلس العالي للدستور. ماذا لو لم تتم الاستجابة؟ أنا أعتقد معاوية على السؤال الأول، أقول الخاسر هو هذا الوطن. هذا الوطن يواجه تحدي
الكامل الذي تقتضي المصلحه الوطنيه. ويضيف الاخ عزام اليميني في اليوم الذي سيناقش فيه مجلس النواب موضوع الكازينو. ما هي الرساله التي تريدون توجيهها سواء للحكومه او مجلس النواب او حتى للشعب الاردني؟ والاستاذ عزام استعاض الاتفاقيه. يعني الحكومه توعدت سابقا بإحالة كل من يتحدث عن الفساد الى القضاء اذا لم يثبت بالشواهد والوقائع والوثائق. يعني كيف ترون هذا التوعد؟ وبما انه يعني معكم وتملكون هذه الوثائق، هل يمكن وكيف يمكن ان تتقدموا بها الى القضاء وترفعوا يعني فيها قضايا على ملفات الفساد واشخاص الفساد، وانتم لم تذكروا شخصا واحدا يعني متلبس بقضايا الفساد؟ يعني اولا القرار باجتماع او بعقد هذا المؤتمر الصحفي هو سابق لتحديد موعد اجتماع او جلسه مجلس النواب، وبالتالي هذا متفق عليه منذ ايام والان معد يعني منذ ايام. الامر الثاني يا اخواننا، سواء ادان مجلس النواب او لم يدن، ونحن والله نحيي كل شخص وكل مؤسسه ينحاز للوطن ولقضايا الوطن ولا يتردد حقيقة أمام نداء الضمير بمحاسبة كل المفسدين. لكن أقول الإدانة الشعبية حصلت، حتى صار في أغلبية 80 ما صار في أغلبية 80 الإدانة الشعبية حصلت. الأمر الآخر لا يخفى عليكم أن قضية الكازينو المبعوثة اليوم، وأنا بعود حقيقة لدي يعني لو أريد أن أخذ وقتكم يعني مراسلات بين رئيس الحكومة الأسبق من أيام دولة علي أبو طالب، ثم دولة معروف الأخير، ثم دولة ناصر الذهبي، ثم أخيرا دولة معروف الأخير مرة ثانية، تؤكد أن حتى موضوع الكازينو يرجع إلى عام يعني 2003 المراسلات. وبالتالي عدة حكومات، عدد من رؤساء الحكومات معني في هذا الموضوع، عدد من يعني وزراء المالية معنيون في هذا الموضوع، كل مجلس السياحة في 11 عضو معني في هذا الموضوع، كل الوزراء في الحكومات لأن المسؤولية مشتركة سواء وقع أو وقع عنه كلهم مسؤولون. ولذلك نحن الآن نرفع صوتنا عاليا للجميع حقيقة لننهض بمسؤولياتنا في كشف حقائق عن الفاسدين وعن المفسدين. بداية نحن نريد لهيئة مكافحة الفساد أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية. كل هيئة تشكلها السلطة التنفيذية فهي محكومة بقرارات السلطة التنفيذية. ولذلك نحن نريد لهيئة أن تكون مرتبطة بالجهاز القضائي، لا أن تكون مرتبطة بالحكومة. الأمر الثاني، نريد لهيئة مكافحة الفساد أن يكون دورها
ثم أمام جلالة الملك نريد إصلاحا حقيقيا يبقي على مسيرة الإصلاح مسيرة سلمية نصنعها معا ولمصلحة كل الأردنيين. حينما كنا بنسبة معقولة في مجلس النواب 11 استطعنا أن نحاكم رئيس وزراء وعددا من الوزراء وأن نلغي يعني تعليمات الإدارة العرفية وكثير من الملفات تم حقيقة تجاوزها بما فيها جوازة السفر المحجوزة 17,000 جواز سفر. لكنكم تعلمون أن مجلس النواب هو منشا منذ عام 94 منذ عام 93 هو منشا مجلس النواب، وبالتالي نحن نعتقد أن البداية هي كيف نصل إلى مجلس نيابي يمثل ضمير هذا الشعب، وهذا لن يتحقق إلا بقانون يتفق بالمعايير الديمقراطية وبإدارة مؤتمنة على عملية. فضل الوقت. هو بزنس مان في نهاية الفضاء حتى تورث المال، وقضية توسيع المصحف كانت مشروع حسعد، ولكن أي دولة إسلامية مثل قضية منح جوازات سفر وأرقام وطنية لعشرات الآلاف من سكان الضفة الغربية، خصوصا في ظل وجود توجه أمريكي ومناخ دولي لحل القضية الفلسطينية والتسويات في المنطقة، عندكم الإسلاميين في هذا المنطقة؟ يعني بداية أود أن أؤكد وأشيد بصمود الشعب الفلسطيني على أرضه باعتباره رأس حربة هذه الأمة في التصدي للمشروع الصهيوني الأمريكي نيابة عن الأمة. الأمر الثاني، أنتم تعلمون أن قرار فك الارتباط بين صوت الأغلبية الصامتة.